ركز على انه يشتري ارض. فجأة يأتي الغيب. لان الايقونة البيزنطية هي ليس مجرد فقط رسم. يوجد مفتاح لهذا الكنيسة. نزحت هنالك بسنة 1880. هذه الخارطة اليوم اعتمدت باليونسف. إيلي أو إيلا هي أحد أسماء الله. بدايات الرحية كانت عشرة. كان راهب ساكن هون وكانوا السياح اللي يجوا. كل طائفة تسمى بالملة. بستان مار شربل أو الحديقة الدير. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما إجا المسيح إجت معاه ماريا. صار عندنا بحدود 1200 عائلة أرثوذكسية. وهب الله الأردن مكانة دينية فريدة ومتميزة، حيث يسخر بوجود الكثير من المواقع والأماكن المقدسة التي يرتادها الزوار من مختلف أنحاء المعمورة. كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في السلط هي واحدة من أهم الكنائس التي لها خصوصية وقدسية في المنطقة، ليس في قدمها وتاريخها فحسب، بل في المكانة الروحانية والعجائبية التي تحدث حتى اليوم وتتناقلها ألسنة الناس على الدوام. هذه الكنيسة التي تأسست عام 1682. سبب تأسيس هذه الكنيسة هو وجود شخص كان يرعى الأغنام أمام المغارة الموجودة في داخل الكنيسة، وهذا الشخص بدأ يصلي للرب حتى يحفظ كافة أغنامه التي كانت موجودة أمام المغارة. فظهر له القديس جورجوس فجأة وقال له بالحرف الواحد: يا ابني هذا مكان مقدس، ابني لي كنيسة في هذا الموقع. هذه الكنيسة منذ تأسيسها وهي صاحبة العجائب الكثيرة، حيث أن هذه الكنيسة ظهرت فيها عجائب. وأهم أعجوبة من العجائب عندما كانت الدنيا بدون مطر، فكانت النساء مسلمات ومسيحيات يأتين إلى هذا المكان المقدس ويطلبن الغيث من الله، وأثناء الصلوات والتضرع إلى الله من أجل الغيث فجأة يأتي الغيث ويذهبنا إلى بيت المرحوم سعيد أبو جابر الذي كان أيضا بيت كرم وجود، ويقيم احتفالا وعشاء تكريما للسيدات بعد أن يتم نزول المطر. وهذا شاهد، كل الدنيا في هذه المدينة تشهد على ذلك. كثير من المرضى شفوا. هناك بنت سلنكية كانت مصابة في العمى، وعندما حضرت إلى هذه الكنيسة وقفت أمام المغارة وبدأت بالصلاة. فجأة بدأت بالمنادى على والدتها بأنها تشاهد كل شيء، فاستغربت والدتها وذهبت إلى الطبيب في اليوم الثاني وقال لها بأنها ابنتها قد شفيت تماما من مرض العيون. كثير من المرضى المصابين بأمراض خطيرة جدا وعنا أسماءهم ومعروفين لدينا شفوا والحمد لله من كل أمراضهم بسبب إيمانهم. الإيمان بالإيمان وبالصلاة الإنسان يحصل على كل شيء. هذه طبعا الكنيسة اللي تفتح أبوابها للجميع،
والكنيسة أيضا، والحمد لله يعني تضم في هذه المدينة مسلميها ومسيحيها، وهذا هو التعايش اللي بننادي فيه والناس بتنادي فيه. هنا يكون التعايش، هنا الإخاء، هنا المحبة متواجدين، هنا المجاورين للكنيسة، هناك مسلمين ومسيحيين، الطرفين المسلم والمسيحي يحافظ على هذه الكنيسة حتى تبقى شعلة مضيئة أمام المجتمع. المغارة الموجودة هي توصل الكنيسة بقلعة الصلت، حوالي 6 كيلومتر تقريبا ما بين المغارة وقلعة الصلب. هناك تعاون بين المجتمع وبيننا وبين السياحة، بيننا وبين البلدية، في دائما أن تبقى الكنيسة شعلة. ويبقى لله في خلقه علامات ظاهرة تتمجد الخليقة فيها، ليخرج المكان عن صمته تعبيرا عن رسالة السماء للذين في الأرض. ملجئي فيه.